متابعي قناة باستارد، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. نهاية مسلسل بنت البلاد شكل صدمة لمحبي هذا المسلسل، حيث اختار فريق المشروع الفني لمسلسل بنت البلاد أن تكون الحلقة الأخيرة نهاية مفتوحة، وهذا ما فاجأ متابعو هذا المسلسل. مشاهدو هذا المسلسل قد عبروا عن آرائهم من خلال هذه التعليقات. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارد.